استاذ حلمي بكر، في دلوقتي زي ديبيت كده ما بين الفنان مصطفى كامل، بيقول ان اغاني المهرجانات هي عباره عن مخدرات، وهو حس بغصه جامده جدا لما دخل البيت بتاعه ولقى خطوبه بنته مشغلين الاغاني دي، واتضايق اكتر واكتر لما لقى ان الليفل بتاع اصحاب بنته وخطيب بنته حافظينها بالسنتي وبيغنوها كانهم بيغنوا اي اغاني عاديه. حافظين ايه؟ في حد حافظ الكلام اللي بيتقال؟ اه حافظين لا، وبيقولوه. ولا حد حافظ كلمة. أم كل العملية إن كل الشباب بتنطط على الإيقاع. على الإيقاع، وده اللي أنا بقوله طيب المشكلة تقدر فعلا. تقول لي أغنية نازلة من 3 أيام بتقول إيه؟ فعلا لو قلتها هيتقبض عليك. طب اشمعنى أنت لما تقولها تقبض عليك ولما دول يغنوها يتلم الشباب حواليها؟ إزاي؟ أنا لا يمكن أقدر أقول لكم الأغنية نازلة من 3 دقايق 3 أيام بتقول إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ قولوا لي عايزين ايه بالظبط يا مجتمع؟ عايزين تدمروا لكم؟ اهلا، هما جاهزين للتدمير. حضرتك شايف ان هي الفكره في المجتمع اللي بيسمع الاغاني مش اللي بيصدروا الاغاني او اللي بيعملوا الاغاني، فلازم يبقى في بائع وعي المجتمع ان احنا سم، نوقف ده. ما بيقولكيش انا ببيع سم، ولكن انت لما تتناول السن او البني ادم لما يتناول السم بيموت، فيجي الطب الشرعي الله مات من ايه؟ يبقى ده بجهل طبيب ولا جهل مجتمع؟ مات من ايه؟ احنا بنموت كل يوم بالالفاظ البذيئه، بالمفردات. انا مش قادر اقول لك 3 اغاني نازلين من كام يوم فضيحه علني. طب مصطفى كامل منع دول في البيت ليه؟ الله، طب ما هو غنى زي الغنى. ولكن هناك فرق بين ما يعلم عنه وما بيقوليه في الديره. زمان الاغنيه قبل فرقة رضا ما تيجي كان فيها مفردات لا ترقى الى مستوى ان الناس تسمعها، ولكن كان سيدات يقفلوا عليهم اوضه ويقعدوا يتكلموا عن الطش. الطش قال لي يا حلوه يا لي قوم استحمي. طيب المعنى لما اجي اشرحه، الستات دول كانوا قاصدين ايه؟ بيحتفلوا بالعروسه على انها زفاف ولا بيحتفلوا بالعروسه على انها ممارسه؟ طيب استاذ حلمي، عدويه اتهاجم زمان على بعض المفردات اللي كان بيقولها، ودلوقتي نفس كبار الموسيقيين بيقولوا ان هو فن شعبي اصيل. يعني في مطربين كتيره جدا اتهاجموا زمان ودلوقتي ما بيتهاجموش. وقت عدويه كانت المفردات الشائعه اللي ما نقدرش نقولها سلامتها ام حسن، حبه فوق وحبه تحت، وكانت لها ايحاءات معنيه، ولكن سمحنا لهذا ان يستشري يعني بموافقتنا وبعلمنا. ايوه بس رغم هو مضر بينا، بس الصح الدحم بوه. طب ما هو كان وقتها موجود. ادي الواد لابوه. يعني ايه؟ يعني مصر. يا جماعه المفردات دي كانت بتتكتب لاماكن معينه، يعني انت الريف يوم فرح البنت ويجيب لي حصان وياخدنا عليه. طيب استاذ حلمي، عايزين نروح كلمه بسيطه، عايزين حل، يعني عايزين نقول يا جماعه ان احنا بنختلف عشان يبقى راسنا فوق، مش راسنا فوق شموخ، ولكن راسنا فوق ظهور. اذا ما كناش هنفوق المرحله الجايه، احنا دلوقتي بنقيم الصوان وجاهزين للعزاء اللي جاي. ما احنا مع حرين وناسكم تدمروا طبعا، بس مع تطور السوشيال ميديا وانه الاغاني دي موجوده بغض النظر احنا نقدر تنزل من خلال شريط كاسيت او لا، بس موجوده خلاص على التيك توك وعلى الانستجرام. لا نقدر يعني نقنن، يعني مسموح بيا ولا ايه؟ لا مش قصدي نقدر نقنن ازاي، انا بتكلم من ناحيه الجمهور دلوقتي، من ناحيه الاولاد. انما يدار في الحجرات المغلقه لا يعلن على العامه. ايه هي الحجرات المغلقه؟ ان انا الكلام اللي انا ممكن اقوله انا وفرد قدامه ما فيش ثالث بيسمع غير الكلام اللي انا بقوله بنشره على الملأ. تمام. الست اللي غنت الواوا كانت بتقصد ايه؟ بوس الواوا. لا يا اخويا، لا بقى انا بقولها لكم، لان الايحاءات الغنائيه اللي مش عاوز اقول الجمله الثالثه بتاعتها هي قالتها ازاي؟ قالتها وكتف مكشوف وصدر مكشوف. هقول لك حاجه بسيطه، انت تستطيع ان تخلع هدومك جوه بيتك، انما لما تقلع هدومك في الشارع يعملوا فيك ايه؟ اللي عايز يقول حاجه يقول او الباب مقفول عليه.
اخر سؤال. اما تقعد تنشر كل ده عليه العوض في المجتمع اللي جاي، ولانكم اخر الاجيال القادمه سوف نندم، لان اطفالنا النهارده بقت تطلب الاغاني دي، ده حقيقي، بتطلبها دون انتهاء. ده حقيقي. لو هم عارفين المعنى اللي جوه، لا احنا اللي مفتح عليهم على ده. والله صدقني كنت لسه بسال ولادي، انتوا فاهمين؟ لا مش فاهمين. مش هو اللي مرتبطين بيه هو الايقاع؟ طب ليه ما نعملش اغاني، خلينا نقول حاجه كويسه جدا، ليه ما نعملش اغاني بنفس الايقاع بس من غير الالفاظ دي؟ يعني بدل ما احنا بنحارب حاجه نعمل عكسها، يعني نستخدم لقين ان المجتمع بيحب الايقاع ده. ما حدش قال تمنعي. ليه؟ المانع معناه ان انت بتصرحي بان الان ده حق. طب انا عايز. طبعا. الممنوع مرغوب. طبعا. ما يقال في اجهزه الاعلام وينتشر لازم يكون مقنن، اما اللي بيتقال بينه وبين اي حد انا حر. صح. في مليون تجربه عالميه، ولكن عندما يذهب الى جهاز الاعلام بيصدره ايه اللي هيتقال؟ صح. لازم اقول ايه اللي هيتقال. طب اسمحي لي انا اجي اقعد قدام الميكروفون وسيبيني اتكلم على كيفي. انا وانت هنروح في ده. ولا انا بتكلم غلط؟ لا صح. طيب معلش بس انا عايزه اقول حاجه بسيطه جدا. ومسؤول وليا دور اعلامي وانت ليكي دور اعلامي. ايش معنى ما بتجيش وانت بتكلميني تشتميني؟ للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا قنوات الاسرة العربية.